بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحمد الله عز وجل اللي يسر لنا مثل هذا الاجتماع ومثل هذا اللقاء، فتحية لهؤلاء المعتصمين، هؤلاء الرجال اللي يحملون هم بلد ويحملون أمانة، يحملون أمانة أمة، أمانة بلد، أمانة شعب كامل، اليوم تعبرون عنها في مثل هذا التواجد. لذلك كما نكرر وكما أقول دائما، أنتم الأفضل وأنتم الأخير، ونحن من دونكم لا نقدم شيء حقيقة. التقديم بكم، فأسأل الله عز وجل أن يجزيكم جميعا خيرا وأن يثيبنا وأن يسهل لنا مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه الاستمرارية. أشكر الأخوة الأفاضل على هذا التنظيم وعلى طلبهم أن نقول كلمة، وأحيي معهم قناة اليوم وأبارك لها، وأقول كما قلت في تغريدة، المطلوب منكم اليوم مضاعفة الجهد، الجهد الكبير. الكويت اليوم في حصار، فلعل الله عز وجل أن يفك عنها هذا الحصار الداخلي في الإعلام في ظل موجة وهوجة الإعلام الفاسد ورواده. بقي أيضا كلمة فيما يتعلق في قضية التضامن مع المعتقلين. أنا أقول مهما قلنا فالمعتقلين أبطال، قدموا واقع جديد استمرارا لواقع أجيال من سبقنا من قبل، قدموا أنفسهم، حرياتهم، وعلى استعداد أيضا للمواصلة في هذا الاتجاه. لذلك هؤلاء الأبطال لهم منا كل التقدير وكل الدعاء، وواجبنا أن نستمر وفاء لهم وقبله وفاء للكويت. ما يطرح اليوم على المعتقلين أمر عظيم، أمر عظيم. اليوم ما يذكر في قضية، مثل ما ذكر قبل قليل الأخ مسلم البراك في قضية راشد العنزي، ويعرض عليه بأن يوقع وإلى آخر هذا كما سمعتموه. ثم يعرض أيضا، كلمني أحد الأخوة قبل قليل من الأخ من أطراف الأخ بدر عايض الرشيدي، وعرضت قصته عليكم بالكامل. لن أعيد الرسالة ولن أقول يعقل أن يحدث هذا بالكويت، لكن اليوم نتكلم بكلام صريح وواضح أمام هذه وأمثالها. من يتهم اليوم المعتقلين؟ من يتهم الشباب؟ من اللي يقدم اليوم شكاوى في الناس، في أهل الكويت، في الشباب الوطني، في الأخيار؟ هي السلطة وأدواتها، هي مؤسساتها الرسمية. اليوم في كل اتهام تجد أن الشرطة هي التي تتهم، أو مؤسسات الدولة الرسمية، وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام. فهل يعقل أن تأتي الأحكام بتبرئة المواطنين والشباب اليوم، ثم أيضا يطرح بعض هذه الاتهامات، تتهم الأجهزة الرسمية بأنها تقوم بهذا المقام؟ ضباط يهددون الناس بأعراضهم، ضباط يفترون على الناس بالاتهامات. هذا أمر لا يمكن أن يعبر أمام سلطة تحترم الدستور وتحترم القانون، بل قبل هذا تحترم الشعب وأهل الكويت. فالرسالة اليوم، هذا الكلام اللي يقال لماذا لا يفتح فيه التحقيق؟ أنا أخاطب الآن بخطاب صريح وواضح من هذا الموقع، خطاب لسمو الأمير رئيس الدولة. هذا الكلام اللي يردد عن الأجهزة الرسمية التابعة للسلطة التنفيذية، هل طلب فيه التحقيق؟ هل طلب فيه التأكد أن يقام الآن من قبل أجهزة رسمية ومؤسسات الدولة هذه الإجراءات، ويبرئ القضاء بأحكام صادرة؟ وبالتالي شنو الحكم؟ شنو الإجراءات اللي تتخذها سلطة تحترم نفسها؟ رئيس وزراء، رئيس السلطة التنفيذية، شنو الإجراءات اللي قمت فيها أمام هذا الأمر؟ بل أقوله بشكل صريح وواضح، شوي مسلم لو سمحت، أقول بشكل صريح وواضح الآن، القضاء والنيابة شنو الموقف اللي يجب أن يؤخذ في الاعتبار والحسبان أمام سلطة تنفيذية تلاحق الناس بالافتراء، تريد سجنهم وملاحقتهم، والأحكام القضائية بدأت تصدر بتبرئتهم، والاتهامات تعلن الآن من أهل المعتقلين؟ شنو الآن مطلوب من النيابة اللي الآن تحفظ قضايا
وتعطل قضايا لما حنا نحرك قضايا أو يحرك مواطن عادي. والقضايا على لأنها أطراف معارضة تجرجر إلى أن وصل اتهام حراير الكويت بأنها تعتدي على الضباط وعلى رجال العسكر، ما يليق ولا تستحق الكويت. لذلك مثل هذا الأمر لكل شريف كويت اليوم، ما يهمني وين مكانك، ما يهمني شنو رأيك المعلن، أخاطب كويتي شريف يحب هالبلد. ليس الأمر ادعاءات اليوم، هذا واقع نخاطبك فيه، هذا مسار السلطة. شنو موقفك؟ مو ضروري تكون بأن حاضر، لكن شنو موقفك لأهل الكويت؟ شنو موقفك للبلد؟ شنو موقفك لمستقبل أبنائك؟ لأن هذا سيعم. أقول فرق بين إرادة أمة نفخر بأن عبرنا عنها، وفرق بين إرادة سلطة أو إرادة الشيوخ أو إرادة فساد عبر عنها اليوم أعضاء المجلس الحالي، مجلس غير الدستوري. لما عطل استجواب الأمة، عطلت رغبتها بتأجيل استجواب الأخ أحمد سعدور وعبد الرحمن العنجري، قلنا لن ندخل القاعة ولن نحضر جلسة من جلسات اللجان، وأيدنا الناس وخرجت الناس بعشرات الألوف، وانتهى الأمر بتحقيق المطالب بحل حكومة وحل مجلس وعدم عودة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد وعدم عودة الخرافي أيضا. هذه إرادة الأمة اللي عبرنا عنها، واليوم في مسرحية يمثلون أدوارها. يخرج القلاف ويقول مجلس دمى وطراطير، شم قاعدك بين الدمى والطراطير؟ وين إرادة الأمة أو إرادة من اختارك اليوم في التعبير عنها في تقديم استقالاتكم؟ 23 واحد صوت اليوم بالمعارضة، وين إرادتكم؟ إرادة الأمة اليوم تلغى من خلال، لكنها لن تكون سوابق في تاريخ الكويت. تاريخ الكويت الناصع لن يعد من صفحات هذا المجلس أو أسماءه أي اسم أو فعل. لذلك لن تكون سوابق ولن تصادر إرادة الأمة. لكن خطاب لبعض المواطنين اللي خدع واختارهم، شوفوا هذه المسرحية اليوم في قضية إلغاء دولة المؤسسات ومصادرة إرادة الأمة. ختاما، الحل الأمني نرفضه، وشعب الكويت الأخيار الأحرار الأفاضل اللي من آبائهم الأولين باختيار بإرادة حرة لمن يدير شؤونهم منذ صباح الأول، وعبروا عنها في دستور 38، وعبروا عنها في أحداث كبيرة جدا أبرزها دستور 62 والغزو أيضا، لن يرضخون لخيار أمني. هذه الإرادة الحرة سيعلنونها مدوية برفض كل ممارسات السلطة بكل أجهزتها بكل أدواتها. لذلك الخيار لن يكون إلا كما نكرر دائما بالاستماع لإرادة الأمة. خيار الحل السياسي هو الخيار بحل هذا المجلس والعودة إلى إرادة الأمة واحترام إرادتها وفقا لقانون الانتخاب السابق، ومن ثم يجب، وهذا ما ندعو الشعب الكويتي عليه، أن تجرى انتخابات المجلس القادم على إرادة حرة على عناوين أساسية وفقا لنظام المجاميع والتيارات والأحزاب حتى قبل أن تعلن، ببرنامج محدد بإصلاحات سياسية جذرية بأن الشعب يختار نوابه ويختار من نوابه حكومته، ثم تقدر التعديلات الدستورية. وندعو السلطة وعلى رأسها سمو الأمير بأن تقف على الحياد وأن تقبل اختيار الأمة وفقا لانتخابات حرة على هذه المعايير، وأن تقبل هذه الإصلاحات، ويؤمر مجلس الوزراء كما أمر عبد الله السالم مجلس الوزراء في المجلس التأسيسي بعدم التصويت، وما ينتهي إليه المجلس تقره الأمة بهذه التعديلات وفقا للأدوات الدستورية تعبيرا عن إرادة أمة. هذه الإرادة أقسم قسما بأنها متحققة، لأننا نعرف منهم شعب الكويت. فلا تماطل السلطة ولا تزيد الآلام، لا تماطل السلطة ولا تزيد آلام الناس ولا تزيد آلام هذا البلد اللي يستحق الأفضل ولم يقدم له إلى الآن الأفضل. فهو واجب الحكم، واجب النظام، واجب السلطة، واجب الحكومة، واجب الجميع أن يقدم الأفضل لهذا الشعب لأنه يستحق الأفضل. شكرا لكم.